تعلم العربية عن طريق القصص القصيرة. العودة إلى المدرسة. كان اليوم الأول من المدرسة. كان رفيق تلميذ في الصف الأول. استعد لأن يركب في حافلة المدرسة. ركب رفيق الحافلة. لم يتعرف رفيق على أي طفل في الحافلة. ولم يتعرف عليه الأطفال في الحافلة كذلك. جلس رفيق لوحده في الحافلة. جلس وحيداً. كان الكثير من الأطفال يتكلمون. كانوا يتحدثون مع بعض. نظر رفيق خارج النافذة. كانت أمه واقفة بالخارج تشير له مودعة إياه. أشار رفيق بدوره مودعا أمه كما أشار كل الأطفال بالحافلة. انطلقت الحافلة متجهة إلى المدرسة. كانت الحافلة ذاهبة إلى المدرسة. جلس بجانب رفيق ولد آخر. حي الولد رفيق قائلا: مرحبا. فأجابه رفيق: مرحبا. تحدث الولدان طيلة كل الطريق. كان اسم الولد أيوب. هو أيضا في الصف الأول مثل رفيق. قال لرفيق: إنه أيضا تلميذ جديد. وأنه أيضا لا يعرف أي واحد هنا. إذن فلنكن أصدقاء، أجابه رفيق.